يلي بيزور تايلاند وبيزور مدينة تشانغ راي لازم يزور الجولدن تريانجل بارك، منتزه المثلث الذهبي. سموه المثلث الذهبي لأنه كانت منطقة الأفيون كانت تقع بين تايلاند ولاوس وماينمار، تحول من مكان بائس إلى جنة الله على الأرض. اليوم راح نعرفكم على منطقة كتير حلوة. أنا موجودة في منطقة قبل 31 سنة كانت عبارة عن منطقة تبادل الأفيون، هي منطقة كانت تشتهر بزراعة الأفيون وتجارتها، ولكن الأميرة الأم جدة الملك الحالي في تايلاند قررت إنها تحسن من مستوى معيشة الناس، في إنها عملت لهم هذا المكان اللي راح نتعرف عليه اليوم. برؤية سمو الأميرة جدة الملك الحالي، حولت المنطقة الجرداء إلى غابات وحدائق وصناعة وزراعة. قدرت الأميرة من أنها تقضي على زراعة الأفيون في المناطق الشمالية، منطقة دوي تونغ، وحولتها لمنطقة زراعية منتجة، وحولت السكان المحليين من مدمنين مخدرات وتجار ومزارعين للأفيون إلى ناس متعلمة، مزارعين وأصحاب شركات خاصة. سكان المنطقة ما كان عندهم فرصة لعمل شيء تاني غير زراعة الأفيون، كل همهم إنهم ياخدوا فلوس لحتى يشتروا أرز لإطعام أطفالهم. الأميرة آمنت بشعبها وبقدرتهم على التغيير وأوجدت لهم الفرصة وساعدتهم على تطوير أنفسهم من خلال عمل شريف كان هدفها القضاء على الأفيون وتحسين حياة السكان المحليين. هلأ صاروا منتجين فخورين بأنفسهم، كانوا يخجلوا يقولوا إنهم من دوي تونغ لأنها كانت معروفة إنها منطقة مخدرات. بلشوا يزرعوا القهوة بكثرة لأن المنطقة مرتفعة 800 متر عن سطح الأرض، ولأن القهوة بحاجة ل 50% من ضوء الشمس فقط، قدروا إنهم يحافظوا على الغابة وزرعوا شجر القهوة تحت شجر الغابة. الهدف ما كان القهوة ولا الزراعة ولا أي شيء، هدف الأميرة كان الإنسان، تأمن له حياة كريمة من خلال إيجاد العمل اللي يضمن له ولعائلته حياة محترمة، الحياة اللي بيستحقها، وهاي كانت رؤية الأميرة. نحن بطريقنا هلا لمتحف الأفيون. رايحين على متحف الأفيون، تخيلوا. هن متحف، يعني ما فيش شيء انه قضوا عليها، يعني ما فيش خوف، ما في خوف ابدا. بس يعني كيف طوروا الشغله من تهريب مخدرات لمتحف، وصاروا دول العالم يجوا يتعلموا منهم كيف قدروا يقضوا على هاي الافه. نعم، الأميرة عملت متحف للأفيون
ليحكي قصة المنطقة وسكانها، كيف كانت حياتهم قبل وكيف هلا صاروا. شوف على هيك فرجونا قديش بشع كان اللي بتعاطوا، شو اشياء بشعة بشوفوا. هلا شو؟ هلا صار وقت اللعب، حتى انه الأميرة فكرت بالاستمرارية لهذا المشروع وجلب الزوار والسواح، فعملت شيء بجيب الناس، وهو انك تمشي فوق الغابة مسافتها 300 متر. اول 200 متر كانوا حلوين ومبسوطة وعم اتصور، بس مش عم بيخلص وبلشت اتوتر. طبعا تتوتر بالمكان الغلط مش بصالحك ابدا. اخر 100 متر يعني وصلتهم زي ما بيقولوا بالعافية.